الله على نبيه الكريم. شكرا سيد الرئيس، مرحبا معالي الوزير والطاقم اللي معه. لا اختلفنا قبل الكلام عقب كلام معالي الوزير، نشير له عن المجلس الشيوخ عنه مؤسسة دستورية ما يقارن مع هذه المجالس اللي ذكرته. نختار نأكد منه عن فيه سلطات ثلاثة، فهم السلطة التنفيذية تعني رئيس الجمهورية والحكومة، فهم السلطة التشريعية تعني البرلمان، فهم السلطة القضائية تعني القضاء. وفهم فرق بين هذه السلطات الثلاثة، ولا فيها اللي يلا تعتدى على الأخرى. بالنسبة لنا احنا هذا المسار التعديل الدستوري قبل طريقه العادية وطريقه القانونية وطريقه الدستورية، وحسمها مجلس الشيوخ برفضه لهذه التعديلات الدستورية، ويلا تقود صفحة طوات طريق أخرى، طريق ملتوية، وإحنا الشيوخ رافضينها ولين تموا رافضينها إلى النهاية. والمقتضيات اللي لي تترتب عليها هذا الاستفتاء رافضينها، وهذا نختير الشعب الموريتاني كباره وصغاره وشبابه ونساء من هذا المنبر نقول لهم أن هذا الاستفتاء اللي قادم عليه الحكومة أراه غير شرعي وغير قانوني وغير دستوري وغير أخلاقي، وحنا رافضينه كل الرفض. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.